بص انا فاهم كل اللي حصل دلوقتي، بس خلينا الاول نرحب بيها دكتور شيماء عويله، انتي منورانا النهارده. ميرسي يا رضوى. هنتكلم مع دكتور في مواضيع مهمه جدا، لكن انا عايزه افهمكم بس، لان هو طبعا لا سحر ولا شعوذه، هو مستحيل ان انتوا تن 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 وتلاقوا دكتور كده في وشنا كانه مفيش موضوع. الفقره اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي بتاعت دكتور احمد دي كانت فقره مسجله، اخترنا يوم نسجل فيه الفقره دي، خوف ان الانترنت ما يكونش متظبط، يحصل وقوع ما نعرفش نوصل له في دبي وكذا، فقررنا ان احنا نسجل الفقره دي لوحدها كفقره منفصله، وبعدين نحط نسقطها يعني زي ما بيقولوا، وبعدين انا اعمل ركور نفس الشعر ونفس اللبس ونفس الميك اب ونفس كل حاجه، عشان دي امانه وانتوا بس، عشان احنا مش سحرة، مش تك لان انت وشنا مستحيل يا جماعه. دكتور انتي منورانا النهارده. ميرسي يا رضوى، ده نورك. اسئله كتيره جدا 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 قد كده. خلينا الاول نقول ان احنا دلوقتي في توقيت صعب، فيروس كورونا، الحائط الصد الاول لهذا الفيروس او هذا الفيروس هو المناعه. بالظبط. ايه هي المناعه؟ المناعة زي ما انتي قلتي بالظبط، هي خط دفاع الجسم ضد أي فيروس أو ميكروب يدخل الجسم. سلسلة من خطوات منتظمة بيقوم بيها أفراد جهاز المناعة، لأن في الواقع جهاز المناعة مش جهاز ثابت موجود في مكان محدد، هو عبارة عن أفراد بتشتغل مع بعض بصورة منتظمة. الأول وأهم فرد فيها هي خلايا كرات الدم البيضاء. خلايا كرات الدم البيضاء هي خلايا متعددة وبتشتغل بصورة منتظمة ومرتبة، بمعنى ان الخلايا اصلا بيبقى بتفرز مواد طبيعية، المواد دي بتعمل اشارات بين الخلايا بتقول لمين انت اشتغلي دلوقتي وبتقول للتانية خليكي دلوقتي. ده غير كده كمان ان لو دخل فيروس او جسم غريب بيبقى فيه خلايا كمان، خلايا الذاكرة، فيما بعد لو دخل مرة تانية جهاز المناعة بيتعرف عليه من خلال الخلايا المناعية دي. ده أول فرد. تاني فرد هو عضو مهم جدا في الجسم، هو الطحال، ده فرد من أفراد جهاز المناعة إضافة للغدد الليمفاوية. وكمان في أجسام مضادة بيفرزها جهاز المناعة أو بيفرزها الجسم ضد أي ميكروب أو فيروس أو جسم غريب بيهاجمنا. إذا كل الأفراد دي مجتمع بتشتغل مع بعض بصورة منتظمة عشان تعمل لي خط الدفاع ضد أي فيروس أو ميكروب بيهاجم الجسم، وبيكون اسمها جهاز المناعة. إجابات وافية ودقيقة. بص بيرفكتو بيرفكتو سينيوريتا، ربنا يخليك يا رضوى. موضوع بقى مهم جدا. الناس مرضى الروماتويد أو روماتيزم وبعض الأمراض الأخرى عندهم مشاكل في المناعة، مظبوط كده؟ نتيجة الأمراض دي. بالظبط. طيب، والناس دي هي أكتر ناس معرضة لا قدر الله للإصابة بفيروس الكورونا، تمام، نتيجة المناعة القليلة، يعملوا إيه؟ تمام. الروماتويد وغيره من الأمراض الروماتيزمية المناعية زي الذئبة الحمراء، بس أولهم أو أول فرد فيهم الروماتويد، في ظل فيروس كورونا فعلا هم طبعا لانهم بياخدوا نوع من الادويه اسمه الادويه المثبطه للمناعه، فبيبقوا اكتر عرضه للاصابه بالفيروسات او الميكروبات، وطبعا فيروس كورونا اللي هي الحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي. فنظرا للادويه بتاعتهم المثبطه للمناعه، نزل بروتوكول حطته جمعيه الروماتيزم الاوروبيه والجمعيه كمان الانجليزيه، قالوا ان مريض الامراض الروماتيزميه المناعيه لو بياخد جرعه كورتيزون اكتر من 20 ملي جرام، بنقول للمريض ده الجمله الشهيره بتاعتنا اللي بنقولها كل يوم، خليك في البيت، انت ما تخرجش تماما لو جرعه الكورتيزون بتاعتك اكتر من 20 ملي جرام. طيب لو جرعة الكورتيزون بتاعته أقل من 20 بس أكتر من 5 ميلي جرام، لكن بياخد معاها أدوية تانية مثبطة للمناعة، وفي أنواع كتير من الأدوية المثبطة للمناعة، إضافة طبعا لأن معظمهم بيبقى سنهم كبير، فممكن يكونوا مرضى أمراض تانية زي ضغط أو سكر. إذا في النوع ده برضو اللي هو أقل من 20 وبياخد أدوية تانية، مريض ضغط أو سكر، برضو قالوا له خليك في البيت ما تخرجش خالص خالص. يبقى دول النوعين اللي قالوا أنت ما تخرجش بره البيت تماما طول فترة الفيروس لحد ما الفيروس ينحصر إن شاء الله. لكن في ناس ما بتاخدش كورتيزون،
سواء في الامراض الروماتيزميه المناعيه ما بتاخدش كورتيزون بس بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه فقط، تبقى الحاله بتاعتهم متوسطه. في الحاله دي قالوا لهم انت ممكن تنزل، بس اهم حاجه التباعد زي ما احنا بنقول، التباعد متر او مترين على الاقل، وطبعا انه يلبس كمامه وما ننساش التطهير. تمام، ده النوع اللي مسموح له يخرج. ثاني بقى هنقف عند النوع اللي مسموح له يخرج. اوكي احنا نخرج فاصل ونرجع بقى تاني نشوف مين يخرج ومين ما يخرجش. ماشي معاك يا رضا. مشاهداتي العزيزات هنطلع لفاصل قصير قد كده ونرجع ليكم من هنا وبس.